لم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إيش الصفة هنا؟ صفة المكر والكيد والقوة والحول شديد المحال، فسرت بالكيد والمكر، وفسرت أيضا بالقوة والبطش والحول. ولكن هذه الصفات الكيد المكر ونظيرها الاستهزاء والمخادعة، فإن الله جل وعلا يوصف بالمكر والكيد والمخادعة بالاستهزاء، لكن يوصف بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعلى جهة المكر بالماكرين. حينما تكون هذه الصفة صفة كمال، يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالكائدين، يخادع المخادعين. فلا تجد هذه الصفات في كتاب الله جل وعلا إلا في مقام الكمال لله سبحانه وتعالى، وهو مقابلة أهل الكيد والمكر والمخادعة، فإن الله جل وعلا يمكر بهم ويستهزئ بهم.